ما فينا اليوم نحكي عن الأكل والحمية بالنسبة لتأثيرها على السرطان بدون ما نفصل كتير منيح المنطق بين الوقاية وبين النصايح اللي بنعطيها للمريض يلي عنده سرطان، لأنه هيدول الشغلتين مختلفين عن بعض وما لازم نضيع بيناتهم. بالنسبة للوقاية، أهم شيء هو أنه تكون الحمية متوازنة. في عنا دراسات كتير كبيرة بتفرجي أنه الحمية المتوسطية، الشرق متوسطية يلي غنية بالخضار، بالفواكه، بالألياف، بزيت الزيتون، بالسمك، هي بتخفف خطر الإصابة بالسرطان تقريباً 10%. بينما الحمية الغربية، المقالة، اللحم الحمراء، البروسيست فود، يعني كل شيء أكل جاهز، السكريات، هي بتزيد من خطر الإصابة بالسرطان تقريباً كمان بالعشرة بالمية. في أمور تانية لازم نعرفها، مثل بعض المأكولات يلي فيها تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان. هون عم نحكي على سنوات وسنوات من الحياة، مش هناك عم نحكي وقاية، يعني هيدي طريقة حياة على 40-50 سنة. اللحم الحمراء بكترتها بتزيد من سرطان الكولون، الكحول فيها تزيد من سرطان الثدي وسرطان الكبد، الدخان أكيد بنعرف شو بيعمل ما رح نحكي عنه هلا، والبدانة والقلة الحركة والسكري كمان بيسببوا نوع من الالتهاب المزمن بالجسم يلي كمان بيقدر يزيد من نسبة السرطان، والكترة الأكل السمك الني كمان بيقدر يزيد من نسبة سرطان المعدة. مشان هيك هو أكتر شيء موجود بالحمية اليابانية وأكتر شيء سرطان المعدة منتشر باليابان. أما بالنسبة للمريض يلي مصاب بالسرطان، النصائح بتكون مختلفة. المريض المصاب بالسرطان أهم شيء عنده أنه يكون الأكل متوازن، أنه يأخذ التغذية يلي لازمة والتغذية يلي كافية كرمال ما يخسر وزن، لأنه كل ما المريض كان وزنه منيح كل ما قادر يتحمل العلاج ويستفيد من العلاج كرمال المرض تبعوله يتحسن.